قالت منظمة أكشن إيد الدولية إن هناك ارتفاعا في حالات الإجهاض بين النساء والحوامل في قطاع غزة. وأوضحت المنظمة أن هذا الارتفاع الذي أكده الأطباء العاملون في أحد أقسام الولادة الوحيدة العاملة في غزة يعود لنقص الغذاء والضغط النفسي الناتج عن الخطر المستمر والنزوح الذي يؤثر سلبا على النساء الحوامل. وأشارت إلى أن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم حاليا خدمات الأمومة مثل الولادة والعمليات القيصرية بوسط غزة، بينما يزداد عدد النساء الحوامل اللواتي يحضرن إلى المستشفى بسبب النزيف الحاد والمضاعفات الأخرى.